السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أدوات الكروشيه والتريكو. النهاردة هنتكلم على منتج جديد خالص نزل السوق ومتوفر عندنا. هو نول تجميع. نول التجميع عبارة عن نول بتتجمع بالأشكال دي زي ما مذكور عندكم في الكتالوج. وبالنسبة للناس اللي بتبقى عايزة نول فرط للمستطيل، هو بيعمل مستطيل بأحجام وممكن نشتغل عليه نسيج بردك، بيتجمع وتشتغلي عليه نسيج. طبعا نفس فكرة النول المستطيل، بتشتغلي عليه نول مستطيل ومربع بثلاث أحجامه. وفي ميزة ان هو بيعمل مستطيل أصغر من المستطيل العادي، وبيعمل دايرة صغيرة. طبعا الكماليات اللي انتوا عارفينها ان انا بشتغل بيها على اي نول، وشرحتها لكم في فيديوهات قبل كده سابقة كتير. ابرة النول، ابرة غرز الضفيرة، العداد، حامل الغرز، الابرة التشطيب والمشابك، دول لا غنى عنهم في اي نول. وده منتج جديد بالنسبة لنا ومعاه كتالوج بيشرح ازاي تستخدميه. وده بالنسبة للمنتج الجديد اللي نزل عندنا نول التجميع. لطلب المنتج زي ما انا عرفتكم قبل كده كتير، احنا بنبيع المنتجات دي اونلاين. لطلب المنتج خشي على البيدج بتاعنا ادوات الكروشيه والتريكو، وبعت لنا مسج بالادوات اللي انت عايزاها وبنبعتها لك دليفري، او ان حضرتك بتكلمينا على 010 23 53 48 لطلب المنتج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.